خلاص الطلبيه كلها بعتها لك. ماشي، مع السلامه. بقول لك ايه يا دوله؟ هو مين اللي خرم الاوزون؟ يا ابني دي اشاعات يا ابني، الاوزون ما اتخرمش ولا حاجه. اسمع بقى، اسمع بقى. انا اسف، اتفضل كمل يا جزمه. احنا بقى يا سيدي ككماليات حيه لينا طبعا اذنين اللي احنا تقريبا بنسمع بيهم دولت. كوكب الارض. كوكب اسمه كوكب ده على اساس ان الارض على شكل بطه يعني ولا ايه؟ لا لا لا، مش هعرف اكمل. انا اروح بقى ادي معلوماتي دي لحته وفي قتله. غور يلا ما تكملش في 60 داهيه. حاضر يا دوله هكمل لك. كوكب الارض ده بقى ليه اذن واحده بس بيسمع بيها، المعلمين سموها الاذون. المعلمين اللي هم زي العلماء يعني سموها الاذون. ده حاجه حلوه قوي. ابتديت تفهمني يا دوله، ابتديت تفهمني يا ابن عمي. الاذون بقى دون اتخرم. الاذون اللي هو زي الودن بتاعت الكره الارضيه اتخرم. ده حد مثلا جه في الودن دي وقال توت، ولا مثلا الكره الارضيه بتستحمى دخل في ودانها مثلا شويه صابون وميه. بونجورنو سينيوري. بونجورنو سينيوريتا. اهلا اهلا دوله. هي ايه اللغه دي؟ ايطاليا بتاع كاوكاو، ايطاليا جاموسة. invece di uscire con gli amici preferisco passare in Egitto in lavoro or in vacanza. طبعا يعني، بس حضرتك يعني احنا كسبانين في الحته 2 جنيه يعني، ده اقل حاجه نقدر نكسبها، ما نقدرش نقلل عن كده يعني. La mia vita adesso è un po' diversa da allora. طبعا، لكن حضرتك يعني مبلغ زي كده يعني لازم يكون جاهز من الاول، فاحنا هنديكي لازم يكون جمله، لازم يكون في سعر جمله يعني عشان نقدر نكسب يعني. طب بقول لك ايه يا دوله، ما تيجي نديلها من التماثيل المكسره. ايه مكسر دي لفوق ايه؟ انا من نابولي بحاره سباجيتي. طلعت من نابولي يلا حاره سباجيتي. بصي حضرتك بقى، حاره سباجيتي، حاره موتزاريلا، حضرتك احنا عندنا الاسعار ما فيهاش نقاش، احنا بنخفض لك حاجه بسيطه بس عشان ايه الجيره اللي بيننا وبينكم في ايطاليا يعني. لا لا يا دولا، احنا لازم بقى نكرمها شويه، يمكن نطلع بكيسين كشري. انا مش جايه اشتري، انا جايه ابيع تماثيل فرعوني. جايه تبيعي تماثيل فرعوني؟ حضرتك يعني انا عمري ما سمعت ان القدماء المصريين عملوا هجره غير شرعيه لايطاليا. ده عملوها من زمان بقى ولا ايه؟ حبيبي احنا هنبيعوا تماثيل مقلده زي دوله الصين عمل فيكم، فاحنا عاوزين ناخد شغل كله من الصين. تاخدوا الشغل من الصين؟ معلش انتوا كده بتصفوا خلافات بين الدول وبعضيها يعني، عايزين تنافسوا الصين، دي حاجه بينكم وبين بعض. انا مالي، احنا هنديكم نصف اسعار الصين. لا 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 مش هينفع. بص حضرتك احنا خلاص ادينا كلمه يعني للحاج ملك الصين يعني، انا شخصيا اديتها له الكلمه دي، انه احنا مش هنقدر نطلع قصيرين معاهم، كفايه هم اصلا قصيرين. كلمتين اللي اديتها للحاج ملك الصين، طب اسمه ايه ملك الصين؟ جاكي شان. تلاقيك قريت المعلومه في حته ولا حاجه. عموما انا ما اديتش كلمه لحد، وانا صاحب البازار، البازار ده بتاعي وانا اللي بتكلم هنا. بس المهم البضاعه هتوصل امتى؟ استبر شوية، البضاعة مشونة في ميناء القاهرة. يا دول اسمعني بقى، خد من رمز بقى كلمة بقى، التماثيل دي ايطالي يعني بتاعت مشاكل، مش بعيد تلاقيها بتلعب كرة جوه في المخزن يا دول. يعني جيبوا لنا تماثيل بتاعت باولو روسي، ما بتقول لك تماثيل فرعوني يا اخي، انت بتتكلم ليه؟ مالكش نو. ماشي عزيزي، هنحتاجه الى سجل ضريبي حتى تتموا عملية الاستيراد والتصدير بالسلامة. بالسلامة ان شاء الله تتم بالسلامة، سجل تجاري وبطاقة ضريبية وكل اللي انتوا عايزينه، ما دام مفيش فلوس هتدفع متفقين. قشطة؟ قشطة. خلاص ماشي ماشي، هبعت لك كل البضاعة اللي انت عايزها، مع السلامة. ايه رأيك بقى يا معلم؟ جبتك هنا اهو بقى عشان اعزمك بمناسبة الصفقة الجديدة بتاعتي. ربنا يخليك ليا يا رب يا دولة، هتجيب لي كوكتيل؟ ياد كوكتيل ليه ياد؟ ياد انا بقيت راجل اعمال جامد جدا، مش اقل من غدا وايطاليان فود يا معلم. فول؟ ماشي يا دولة، بس بقى بالزيت الحار. ايه ده يا حضرات؟ معلش دي ترابيزتنا يعني. سيبهم يا دولة، اهو نتفرج على حاجة واحنا بناكل يا دولة. أنا استحالة أطلعها إلي لما استرد كل اللي دفعته، دفع عمري. كوبايات حضرتك هتقع. ما تقع! خليك في حالك هلا ولا؟ إيه يالا دي؟ إيه يالا دي؟ لا 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 حضرتك خلي بالك يعني، هو أنت بتكلم رمزي وبعدين حضرتك دي ترابيزتنا، وقوموا بقى لو سمحتوا. أنا مكسل، قوم أنت. قوم انا ايه يعني حضرتك؟ لا يعني ايه مكسل دي؟ لا ترابيزتنا لو سمحت قوموا يعني. يعني ايه يالا ترابيزتك؟ انت اللي شاري العيش بتاع الكافيه؟
هتخش لي بقى في سكه ان ده كافيه الحكومه والكلام ده ولا ايه؟ طب يلا بقى من هنا بدل ما نرش ميه عليكم قدام الترابيزه. يلا 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 يا غبي يا غبي، انت بترش عليا انا. اسمع يا فتحي، انا هكلمها لك، دي بنت عمتي وهي هتسمع كلامي. ايوه يا سوزي، خلصت النمره؟ يا سوزي انا زعلان منك، هو عشان جوزك ابن حلال وموافق على اللي انت بتعمليه تقومي تعملي فيه كده؟ يا ست هو مالكيش ما تشغليش، شغلي رقاصه زي ما انت عاوزه، بس ده جوزك يا سوزي، يعني يرجع اخر الليل يلاقي عشاء. هتكلمها. لا 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 هتكلمها. ايوه يا سوزي هتكلمها، ده موبايل انا. هات. ايوه يا سوزي، ايوه يا سوزي. ايه يا ستي، ايه يا ستي، ده تليفوني حضرتك وهم عمالين بيتكلموا فيه من الصبح. طب وانا مالي اذا كنت انت كارت، انا اعمل ايه؟ لا 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 حضرتك عندك التليفون بتاع الكباريه، اكيد في دولي واكيد في مباشر وكل حاجه، امال بتمشوا شغلكوا ازاي؟ بلاش بقى الحركات دي. هتكلمها هتكلمها. ايه ده؟ انت بتقفل السكه في وش سوزي؟ لا لا يا دولا، ما يصحش يعني تتعامل مع الجنس النايم بالشكل ده. جنس ايه اللي نايم يا ابني؟ دي رقاصه زمانها صاحيه. مالها رقاصه؟ هي مش لحم ودم زينا؟ لحم ودم وسيليكون. سيليكون؟ انت قليل الادب. انا ولا الرقاصة؟ ده انتوا نهاركم اسود. دولا انا سامع صوت كشافات في عينيا. انت هتعمل لي فيها بطوات يعني؟ ايه بتشوف ودانك؟ اهلا يا سيد عادل، شرفت يا سيد رمزي. ايه ده؟ ايه ده؟ انا الصوت ده سمعته قبل كده، هو حضرتك بتاع سوزي؟ انتوا في المخابرات العامة المصرية، معاكم المقدم نبيل الحلفاوي والعقيد يوسف شعبان. سلام. طب النقيب محمد وفيق فين امال؟ النقيب محمد وفيق في مهمة تانية، خلينا احنا في عملياتنا. انا عايز حد يشيل الغمامة دي من على عينيا. الغمامة على اساس انها هتمطر، شيلها له بعد اذنك اهو. انا ونبيل الحلفاوي مراقبينكم من فترة طويلة قوي، للاسف انتوا متورطين في عملية امن دولة كبيرة قوي. امن دولة ايه حضرتك؟ لا يا فندم، انا بحب مصر جدا، واخر مرة مصر كانت في كاس افريقيا كنت بشجعها جدا، وكنت بعد اقول تيت 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 مصر، ايه اللي حصل مننا يعني؟ مطلوب نكون صحيحين اكتر من كده. حضرتك خلاص يبقى البن عليكم. وانا عايز سندوتشات عشان انا لما باكل بسهر على طول. ولا ما تزودش الطلبات، يلا ممكن يجيبوا لك اللي انت عايزه بعد كده يخصموه من الضرايب. انا عارف ان انتوا مواطنين شرفاء صالحين فعلا، لكن اعداء الوطن ما سابوش لمحب الوطن حاجة. يا سلام، فعلا يا فندم على رأي المثل، ادي العيش لخبازه. وعلشان كده احنا جبناكم هنا بخصوص الجاسوسة اللي اسمها ماتيلدا باولو، تعرفوها؟ لا حضرتك ما نعرفهاش. لا ايه يا دولا، لا ايه يا عم، لا حضرتك احنا نعرفها، انت من اولها هتنكر اللي جات لنا البازار النهارده بتاعت التماثيل. يخرب بيتك. يا فندم سيادتك، اعرفها سيادتك يعني يا فندم، بس انا يعني كنت متلخبط. كويس انك افتكرت قبل ما نحطك على جهاز كشف الفكر. يا فندم انا ما كنتش اعرف انها جاسوسه. طب وحيات علم مصر، وحيات الاهرامات، وحيات ابو تريكه يا راجل، والله ما كنت اعرف انها جاسوسه. انا بقى كنت اعرف، لان هي فعلا كانت شكلها سوسه كده. اهو اعترف سيادتك يا فندم، امسكوه بقى اعدموه بالكرسي الكهربائي حضرتك، غرقا بالرصاص، اعملوا فيه اي حاجه، ده حضرتك بيشتغل جاسوس لخمس دول. عموما احنا مفتحين ومسكين خيوطات اللعبة من الأول. أنتم مطلوبين في مهمة وطنية مع الجاسوسة ماتيلدا باولو. تحت أمرك يا فندم، لو سيادتك يعني عايزنا نعمل أي حاجة أنا تحت أمرك، ممكن أزرع لها مثلا ميكروفونات في الشنطة بتاعتها، أو أكتبها شيكات بالحبر السري. التماثيل اللي قالت إنها هتوريها لكم محشوة قنابل ومتفجرات. يا نهار اسوح، كانت عايزة تفرقع في التماثيل عشان تخسرني كمواطن مصري ولا رمزي؟ ايه دولا؟ ايطاليا اعلنت الحرب عليا. يالا مش ايطاليا بس يا عادل، ماتيلدا باولو معاها فوق ال 14 جنسية. 14 جنسية؟ دي بتتاجر فيهم دي ولا ايه؟ انا هفهمك. ايوه يا ابني، اديني رأي صبر عمنا، وانا كل ما اطلبه يطلع في الحمام. خلاص اديني اللي هو صلاح ذو الفقار. ياه نفسي اشوف نيلي. نيلي ايه يا ابني وانت في مسبير؟ وما تهبط يا تهبط. مقدم نبيل شغل الجهاز.
دي بقى صور ماتيلدا باولو بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وهي كانت سبب في تفكيكه. أكيد حضرتك، يعني هي اللي يعني فتنت على الحزب الشيوعي بتاع يلسن مثلا. واللي معاها ده بقى ماركو فان باستن، أيام ما كان جاسوس قبل ما يلعب كورة، كونوا مع بعض خلية تجسس مأجورة وتعاملوا مع كل دول العالم. أكيد طبعا ضربوا أسعار يعني عشان ياخدوا المقاولة بتاعت الجاسوسية دي بسعر رخيص. بقول لك يا دولا، هو الجاسوس بياخد كام في الشهر؟ لا بياخدها بالقطعة مش بالشهر. السنة اللي فاتت بقى حاولت تجند الحضري عشان ينقل لها أخبار النادي، لكن هو رفض وصد الهجمة. الله الله يا حضري، ارقص يا حضري، العب يا حضري، ارجع بقى يا حضري. دولا يبقى خليه بقى يجيب شقة بطيخ وهو راجع. ونبعتهم برضه يجيبوا لنا جبنة. على فكرة يا فندم سيادتك، حكاية المخابرات دي بتجوع قوي زي البحر بالظبط. أنا بقى اسكت جاروها عشان تجرجروها. الله عليك يا نجم، هو ده الكلام. واحنا هنكون متابعينكم، بس مش عاوز يبان عليكم حاجه. لا ما يكونش عندك فكر خالص، احنا من حيث التنكر فاحنا متنكرين اصلا. ده انا ساعات ما بعرفش نفسي. امن مصر وسلامتها بين ايديك يا سيد عادل. حضرتك طب يعني ان شاء الله ما العمليه دي تتم بسلام، يعني احنا هناخد ايه؟ طمنا يا اولاد، مصر عمرها ما بتنسى اولادها. دولا بقول لك يا دولا، اسمع بقى، انا جايب لك شغل تجسس، انما ايه؟ لوز. شغل تجسس لوز؟ ده ايه التجسس اللوز ده؟ حته وفات لي يا دولا، طلعوا بوليس. بوليس يفجروا في الشيشه ولا ايه؟ لا يا دولا، انا امبارح بالليل سمعتهم وهم مش واخدين بالهم ان انا سامعهم، سمعتهم وهم بيتكلموا عليا، وقال ايه؟ مش راضيين بالاسم اللي انا عملتها لهم بتاعه رغيف الحواوشي اللي انا سرقتها من عند بتاع عم عبده بتاع الحواوشي. ولا رمزي، معلومات دي خطيره قوي، يلا اوعى تقولها لاي حد، وخصوصا يوسف شعبان ونبيل الحلفاوي. احنا هنفضل صبيان مخابرات لحد امتى؟ احنا عايزين بقى ربنا يكرمنا ونفتح شركه مخابرات خاصه لينا احنا بقى، نكونها واحده واحده، وجهاز جهاز، وشركه شركه. لان انا بفكر كويس قوي، لان في واحد اتفقت معاه هيجيب لي جهاز كشف الكذب بالتقسيط، استعمال خفيف يعني كذبتين ثلاثه كده. الله عليك يا دولا، طب وانا بقى هتشغلني ايه بقى معاك في ديان بقى؟ انا هشغلك مثل حي. لايه يا دولا؟ مثل حي يعني لو اي حد عايز يتجسس ولا حاجه، اما افرجهم عليك ماشي هيخافوا يتجسسوا بعد كده. اهو ده المثل، ده اللي بيحصل للجواسيس اللي بيتقبض عليهم. ماشي يا دولا. واحنا هنفضل صغيرين لامتى يالا؟ وانا هفضل شغال مع يوسف شعبان بشنبه ده. انت عارف يا دولا، انا شاكك ان هو حاطط كاميرا في شنبه مخبيها. بس جم يالا، جم. مين جم يالا؟ مين؟ اعداء الوطن. تشاو سينيورا. تشاو سينيوريتا، اهلا اهلا. اقدم لكم جوز اختي مارلون براندو. مارلون براندو؟ لقيتيه في انه نادي فيديو ده؟ مارلون هو اكبر مندوب تسويق تمثيلي في العالم. طب ما يسوق لنا التمثال بتاع رمسيس الثاني، لان صراحه يعني متمرمط معانا اللي هو التمثال ده. شويه في صلاح سالم، شويه لا في مدار رمسيس، شويه في مدار الرمايه، يعني صراحه بيكلف يعني. ده غير بقى اكله وشربه وسجايره، وكل ده من شهريه الدوله. وصراحه الدوله ما قصرتش يعني، بس يعني دي مصاريف كتيره قوي يعني عليها، على اساس ايه تمثال وكيف؟ ومش معقوله يعني. لا احنا عندنا خطه متخططه تخطيط بخطوط مخطوطه عشان نشتري مصر كلها، قصدي نشتري تماثيل مصر كلها. اشتروا تماثيل مصر كلها؟ طب ما تسيبوا لنا تمثالين ثلاثة للواد رمزي يكسرهم يعني. انا بموت في التماثيل. بص انا عايز معبد لوحدي افتح فيه بازار. لا دي صفقات كبيرة مش هوانها دلوقتي، المهم دلوقتي عندنا ان احنا نخلص من الشغلانة المنيلة بستين نيلة دي عشان كله يرزق. كله يرزق؟ ماشي عم مارلون، مع ان فيلمك الاخير ما كانش عاجبني ادائك اللي هو السهل الممتنع ده. جوز اختي مارلون سوف يقوم بتسليمكم صفقه تمثيلي، ومن ثم ايه؟ من ثم دي؟ لا 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 معلش، حضرتك تحترميني احترمك، هتقولي من ثم ونغلط في بعض؟ لا معلش. لا لا لا، هي قصدها يعني اوامك اوامك يعني. اوامك اوامك، ماشي اذا كان على اوامك اوامك احنا جاهزين. مارلون سوف يكون معكم خطوه بخطوه التي تليها. اوكي، هيبقى الخطوه التي تليها عادي جدا حتى يقوم بتسويقها. ماشي، احنا متفقين على كل حاجه، مش اتفقنا احنا؟ احنا اتفقنا خلاص. مش انتوا هدف، الهدف ان احنا المنطقه تكون عجه بالسكان، يعني كل شازيه توصل، قصدي كل قطعه من التماثيل توصل لكل فرد من مصر العزيزه. مصر العزيزه،
واضح ان انت بتحب مصر قوي يا خواجه. اوه انا بحبها كتير، انا شربت من نيلها. شربت من نيلها انت وشيرين في كوبايه واحده بقى اللي هي ما شربتش من نيلها. المهم يعني هتسلمونا امتى وفين؟ غدا هنا في البازار. يلا يا مرنو. يلا حبيبتي يلا. يلا الاب الروحي. فهمت حاجه يا رمزي؟ لا. يعني يا يوسف بيه حضرتك بذلت واضح مجهود كبير قوي في التنكر، يعني معرفتش تعمل حاجه في شنبك ده؟ دولا افتش على شنبه، يمكن نلاقي الكاميرا ناخدها ونروح بيها القناطر نتصور. انا مش قلت لك تخفي شنبك شويه يا اخي؟ اهتم بشنبك زي ما بتهتم بشغلك. سيبك من شنب الوقت يا نبيل. المهم وصلتوا ليه؟ وصلنا حضرتك مصيبة سودة. يعني حضرتك تخيل جايبين التماثيل وعايزيننا ان احنا نوزع لهم التماثيل دي في اماكن مليانة سكان بتاع عجب السكان يعني، او اماكن سياحية. مش هيلحقوا يوصلوا للخطوة دي. طب بصوا يا رجالة، احنا ممكن نخليهم ياخدوا التماثيل ونروح وراهم نفجرها في بلادهم تحت بيتهم. لا لا، احنا مش زيهم، احنا ما بنقابلش الشر بالشر. ايوه صح، لان دايما الخير بينتصر في النهايه على الشر، انا شفت كده في كل الافلام. طب حضرتك يعني تأمرونا بايه نعمل ايه؟ بصوا انكم تصدروهم لمكان واسع، وده هيسهل عمليه اطلاق النار لو استدعى الامر. بس يبقى في القهوه بقى يا دوله، علشان حتى لو ضربونا بالنار نقوم نرش عليهم ميه مغليه في وشوشهم. يا غبي يا غبي، هتجيب ميه مغليه منين؟ ما انت ساعتها ممكن تكون واخد ضربه في رصاصه مثلا في صدرك ولا حاجه، هتقعد تسحف لسه للغلايه يا هبل. انا ما اقومش لحد يا دوله، انا الواحد الشاي اللي انا هطلبه يجي لي القهوه. اسكت وطي صوتك، انت بتشوش على الجهاز اللي معايا. اقبضوا عليه بقى يا فندم، يا فندم حضرتك اقبضوا عليه، ارحموا مصر، ارحموا الوطن العربي كله. حضرتك ده جاسوس، ده بيتجسس لحساب غبائه يا فندم. تقترح المكان ده فين يا مقدم نبيل؟ اعتقد يا عقيد يوسف شعبان ان احنا محتاجين مكان واسع وفي نفس الوقت ضيق علشان ما يقدروش يهربوا مننا. بس انا عرفت المكان ده، احنا نروح بيت دولة، والبيت دولة ده لا يعك بالسكان. يا ابني ده بيعك وبيزفلت بالسكان. اسكت انت. مش مهم يا عادل، مش مهم، كلنا فداء مصر. ايوه كلنا فداء مصر او فداء الشندويلي. بس حضرتك يعني البيت مليان ستات، امشيهم ازاي؟ اقول لهم ايه؟ هقولك، بعتهم يجيبوا ورقة بوسطة. بس يا فندم حضرتك ورقة البوسطة دي من زمان، من أيام فؤاد المهندس، الحكاية اتغيرت دلوقتي. أنا هتصرف، أنا هتصرف، مع إن الحكاية دي هتكلفني فلوس كتيرة جدا، بس برضو كله فداء الشندويلي. خلاص اتفقنا. حضرتك العنوان أهو عشان تيجوا عليه على طول. إيه ده؟ واضح إن حضرتك مدرب على البلع يعني. مهم جدا إنك ما تسيبش أي أثر. عارف انت عارف يا دولا، انا احسن منه على فكره. انا وانا كنت زمان كنت بمسح السبوره بلساني. ايه ده؟ ده انت فصيله نادره، احنا محتاجينه ناخده يبلع الورق المهم وبالمره الزباله. ايه ده؟ يالا يخرب بيتك، هتشتغل معزه في المخابرات يالا. بس خلي بالك بقى ما تقعدش تمقمق طول الليل وطول النهار، لان برضو سياده اللواء صلاح ذو الفقار بيحب يقيل ساعه الظهريه هو والنقيب اشرف زكي. بكرة الساعة 5:05 هنبقى في العنوان عندكم ومتنكرين. الله الله على الدقة، بص الدقة بتاعتهم يلا 5:05. أكيد بقى بما إن انتوا دقاق قوي كده فهتيجوا متنكرين في زي ساعة حيطة مثلا. ستندهش. طيب فين بقى المسدسات؟ ليمونة عليها المسدسات اللي ما بتخلصش دي عشان نفرتك العصابة. ده مسدس 6 مللي، خلي بالك منه، ده عهده. عيب، ده احنا نزودهولك يا اسطى. اطمن، مفهوش ذخيره، الذخيره شحه، التجار خافينها من السوق وسعرها ولع، بس احنا مقدمين على طلب يمكن نحتاجها. دول احنا لازم بقى نجرب المسدسات دي علشان لو طلعت بايظه نعرف نرجعها. ترجعها ايه وانت شاريها من مكتبها يا ابني؟ وبعدين ما انت فكيتها من الكيس بتاعها، ما حدش هيرضى يرجعها لك يا غبي. طب افرض بقى دلوقتي الرش بتاعها خلصان.
رش ايه يا ابني؟ ده انت طالع تصطاد عصافير، ده انت طالع على عصابه وعصابه جامده جدا. يلا ماشي يا دوله. طب هنعمل ايه؟ طيب بص، مساله بسيطه خالص، هنعمل لك بروفه دلوقتي. انا دلوقتي كان انا البوليس وانت العصابه. انا العصابه لوحدي؟ يا سيدي انت رئيس العصابه والعصابه غايبه النهارده، اتصرف. هتعمل ايه؟ هخصم لهم ولو كرروها هبلغ عنها. ماشي ماشي، انا دلوقتي البوليس، هقول بوليس، هتجري، هقوم شنكلك، تقوم انت واقع على الارض والمسدس يبعد عنك، هقوم انا طالع على نفسك واخد منك المسدس وقتلك على طول. اتفقنا؟ اتفقنا دولا. طب ما انت معاك مسدس يا دولا، اقتلني وخلاص بيه. يا ابني المسدس بتاعي في الكيس بتاعه عشان اما ارجعه يا غبي. ها جاهز؟ جاهز يا دولا. يلا بوليس. العصابة غايبة، فوت علينا بكرة. علينا بكرة ايه؟ يلا اجري عشان اشنكلك يا غبي. بوليس. المسدس وقع. اقتلني بقى، اقتلني بسرعة. قوم بسرعة يالا، العصابة وصلت بسرعة يالا. بدل ما يقتلونا احنا الاثنين خلي المسدس معاك. دريه دريه دريه. ها خبيه، انا اروح افتح. ماشي بسرعة دولة. احنا جينا. اهلا وسهلا. هذه هي التماثيل. طيب ما حدش بقى يولع اي سجاير جنبيها بس والنبي عشان ما شاء. اهلا وسهلا. يا ترى هم فين؟ هم مين؟ ارى انكم متوترين. انا شايف انكم متوترين. لا وايه اللي توترنا يعني؟ الجرس. مش عاوزين زباله؟ لا شكرا، ما عندناش، مش عايزين. طب ما فيش عندكم هدوم مكويه عشان ناخدها؟ المكوي كله هنا هو يا معلم. Thank you.